خوتي وخواتاتي الأعزاء، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل والتيسير والرزق الكثير. قصة ديال هاد النهار قصة خطيرة، قصة عدينا من تركيا، وكتعرفوا القصص والقضايا التركية. عدينا لمدينة إسطنبول نهار 17 مارس من عام 2011. في ذاك النهار مركز الشرطة غادي يجي اتصال من عند واحد البنت. هاد البنت كتبكي وكتقول للبوليس: عافاكم اجي وعتقوني، راه عندي واحد السيد ميت في الدار. الشرطه غير سمعت القضيه فيها الموت، ما سولتها، ما زادت معها في الهضره، خطاو العنوان، وفي خلال 5 دقائق كانوا عندها. لقاو البنت واقفه قدام باب الدار وقالت لها الخلع. غير شافتهم دخلتهم ديريكت البيت النعاس في كاين السيد. الشرطه من المعاينه الاوليه لهذا السيد لقاو انه واحد الشخص اللي سيد متكي عادي في الناموسية، يمكن يكون ناعس كاع. ملي قلبوا النبض ديالو لقاوه ميت، السيد مفارق الحياة. فهاد الساعة ما حركوا من بلاصتو، ما والو. بقاو كيقلبوا تما بعينيهم، ربما تبان لهم شي حاجة اللي تكون غريبة في البيت اللي فيه، شي حاجة غريبة في الجسد ديالو، يعني ربما يكون مضروب ولا شي حاجة بحال هكا. لكن السيد ما عنده والو، من غير فمو هو اللي خارج منه بحال واحد المادة اللون ديالها ابيض بحال رغوة. الشرطة عرفوا بان هاد العلامة هي العلامة ديال شي واحد كلا شي حاجة مسمومة ومات. بالزربة اتصلوا بالشرطة العلمية اللي غير وصلت لتما، بداو كيقلبوا مسرح الجريمة، كيجمعوا كاع البصمات اللي كاينه في الدار الداخل، البصمات اللي على البيبان اللي على الشراجم. لقاو تاني تما كاين واحد كيسان ديال العصير في بيت الناس حدا السيد محطوط. لقاو بقايا ديال السجائر اللي ملفوفه، لقاو شي حاجه من الحوايج مرميه على الارض. المهم اي حاجه شكوا فيها انها تقدر تعتبر كدليل جنائي اقموها وجمعوها. من بعد خداو عينه من ديك الماده اللي خارجه من الفم ديال السيد، خداو منها واحد شويه، واحد العينه، باش يتم التحليل ديالها ويعرفوا شنو نوع السم اللي خدها. ملي سالوا هادشي صيفطوا الجثه لمصلحه الطب الشرعي، وداكشي اللي جمعوه قادوه رقموه وصيفطوه للمختبر ديال الادله الجنائيه باش يتم البحث فيه. الشرطه في هذه المرحله بدات كتاخذ الاقوال ديال البنت اللي قدمت البلاغ. هاد البنت سميتها يامور، عندها 30 عام. السيد اللي لقاوه ميت سميتو يوسف وعنده 31 سنه. يامور ويوسف هما اصدقاء من الجامعه، قراو مع بعضياتهم، غير هو كمل قرايته وهي لا. يامور ملي خرجت من الجامعة ما بقات عرفت على يوسف حتى شي حاجة، وتلاقاو غير بالصدفة، تلاقاو في واحد الديسكوتيك. المهم بقاو كيهضروا مع بعضياتهم، كيجبدوا الذكريات ديال الجامعة، ولكن ملي تعطل الوقت يامور عرضت على يوسف باش يجي معها للدار ويكملوا السهرة ديالهم مع بعضياتهم تما. لكن ملي فقت في الصباح لقيتو في ديك الحالة خارجة الرغوة من فمه. الشرطة هنا قلبت على التليفون ديال السيد في الدار ما لقاتوش. ملي سولت البنت على التليفون ديال السيد قالت لها فين هو التليفون ديال السيد اللي كان معاك، قالت لهم الله اعلم. اصلا ملي جا للدار هو كيقلب على تليفونه، فين هو تليفوني، وقيلا طيحته، وقيلا نسيته، وقيلا طاح في الطريق. المهم ابقى تالف ما بين الطريق وما بين الديسكوتيك ما بين الدار. قالوا لها ماشي مشكل، بما انكم كنتو صحاب في الجامعه واش كانوا عندكم شي اصدقاء مشتركين، شي حاجه بحال هكا يعني كتعمروا مع بعضياتكم بزاف؟ قالت لهم لا، الصداقه ديالنا كانت صداقه عاديه وسطحيه، يعني ما كناش مقربين من بعضياتنا بزاف. المهم البوليس من بعد ما بحثوا على هذا السيد شكون هو، غادي يلقاو بلي يوسف من مدينه انقره. يوسف كمل قرايته واستقر في اسطنبول. يوسف هو ولد واحد السيد كان عنده منصب كبير في تركيا. يوسف ملي تخرج من الجامعة خدم مهندس واحد القاعدة عسكرية مهمة في الدولة. الشرطة هنا غير توصلت بهذه المعلومات قالوا صافي، القضية غتكون كبار من داكشي اللي تخيلنا. السيد عنده منصب حساس في الدولة، رغم أن الرتبة ديالو ماشي شي رتبة عالية، لكن كما كان الحال كيبقى المنصب ديالو شبه حساس. وداكشي علاش؟ باش ما يكون حتى شي مشكل، قرروا على ان التحقيق في هذه القضيه خاصه يكون تحقيق دقيق وفي اعلى مستوى، يعني خاصهم يحاولوا
ما يفلتوا حتى شي حاجه كما كان سواء كبيره ولا صغيره. اول حاجه داروها المحققين حطوا البنت اللي سميتها يامور تحت المراقبه المستمره لا هي ولا تليفونها. خاصهم يتعرفوا على الاقل على العلاقات ديالها، يعني ربما هذه البنت هذه ربما تكون جاسوسه ولا مكلفها شي واحد باش تصفي هذا السيد. لكن سوء الحظ ما لقى والو. سولوا الجيران ديالها، سولهم كاملين، كلهم كيقولوا نفس الحاجه، البنت ما عندها علاقه بالسياسه ولا بالجاسوسيه، البنت دايره بحال شي بنت خفيفه وصافي. والليل هو مصدر الرزق ديالها، وراكم فاهم هاد البنت شهدوا فيها الجيران باللي كل ليله كتلقاها سهرانه فشي بلاصه، وملي كتسالي السهره ديالها كتلقاها جايبه معها شي واحد للدار. اما داكشي ديال السياسه ولا الجاسوسيه ولا هذا ما عندها حتى شي علاقه بهم، قالوا لهم هادشي محال. البوليس هنا ملي ما توصل حتى شي حاجه قال لهم واخا اجيو نقلبوا كاميرات المراقبه اللي كاينه في الشارع اللي قدام الدار ديال يامور، يشوفوا لا يكون شي واحد ديك الليله تسلت للدار ديال ديك البنت، ربما يكون عنده الدوبل ديال الساروت ودخل لدارها بلا ما تشوفه هي، يعني هو اللي يكون دار السم لذاك الولد. لكن للاسف واخا قلبوا ما لقاو والو، من غيرها هي ويوسف هما الوحيد اللي دخلوا للدار ديك الليله. الشرطه هنا واخا هكاك القصه ديال هاد البنت ما بغاتش تدخل ليهم للراس، استدعوها لمركز الشرطه باش يفتحوا معها تحقيق. حيت في الاول كما قلت لكم في الاول كانوا خداو غير الافاده ديالها، يعني خاصهم يزيدوا يتعمقوا معها. المهم البنت ملي بداو معها التحقيق اي حاجه كيسولوها عليها كتقول لهم ما نعرف ما عرفتش، كيقولوا لها السيد فاش كان معك، واش كان كيشكي من شي حاجه كيعاني من شي حاجه، ما نعرف. لا لا ديك الليله قبل ما يتلاقاك دابس تناقش مع شي واحد، الله اعلم. لا لا عندك رقم التليفون ديالو عطيه لينا، ما عنديش. عطينا لالا الرقم ديال شي واحد من عائلته، ما كنعرف حتى واحد من عائلته. ايوا هادي هي اللعيبه ديال سبق الميم ترتاح وصافي. البنت قالت لهم انا اصلا من سنين ما شفتو، لقيته بالصدفه البارح، يعني ما كنعرف عليه حتى حاجه من غير انه كان كيقرا معايا زمان في الجامعه. صافي. المهم البنت ملي ما فادت المحققين حتى شي حاجه خلاوها بشي حاله، عندهم ما يديروا بها. ومن بعد ابقاو كيبحثوا في البيانات الشخصيه ديال الضحيه يوسف، بقاو هكاك حتى جبدوا الرقم ديال التليفون ديال الام ديالو، وكواجب منهم اتصلوا بها وبلغوها بشنو كاين، يعني ما طلبوا منها لا تحضر لا والو. لكن البوليس هنا غير داز نص ساعه ديال المكانه حتى كيشوفوا الام ديال السيد هي واقفه عليهم وسط المركز ديال الشرطه، وما وقفاش غير بوحديتها، كانت معاها واحد البنت وواحد الولد. هاد البنت زوينه طويله رقيقه لابسه مزيان، ومن الطريقه اللي كتهضر بها كتبان كاريزميه وشخصيتها قويه. المهم الام ما كتهضر ما والو، ساكته وكتبكي. شكون اللي كيهضر؟ هي ديك البنت. السلام عليكم. السلام. قدمت راسها على ان سميتها ماريا وانها هي الخطيبه ديال يوسف. السيد اللي معاها شكون؟ هو الصديق ديال يوسف وصديق ديالها حتى هي. من بعد ما بقات على البوليس سؤال جواب سؤال جواب، سينجي ما هي كدير؟ هي كتسولو فين لقيتوه؟ شنو وقع ليه؟ شكون كان معاه؟ خرج تقري الطب الشرعي ولا مازال؟ بحال البوليس هما عائله الضحيه والسيده هي البوليس نيت كدير الدور ديال البوليس. السيده واثقه من راسها، ما كتبكي ما كترتجل، هضرتها مقاده وواضحه. السيده باين عليها ما مأثراش كاع بالموت ديال الخطيب ديالها. البوليس هنا بقى غير كيشوف كيقول واه شكون هاد السيده اللي كتهضر بهاد الثقه في النفس وبهاد الطريقه هادي. ملي سولها شنو خدمتك لالا قالت لهم انا خدامه في القنصليه الروسيه اللي كاينه في اسطنبول. قالوا لها هكا دابا عاد فهموا السيده علاش كتهضر معاهم بديك الطريقه، كتهضر معاهم من الفوق. المهم سولها بعض الاسئله، قالوا لها امتى اخر مره شفتي فيها يوسف؟ امتى اخر مره هضرتي معاه؟ يعني الخطيب ديالك فوكاش لقيتي معاه فوكاش هضرتي معاه؟ قالت لهم اللي شفتو هادي تقريبا واحد 5 ايام قبل ما نسافر لموسكو، واخر مره هضرت معاه فيها كانت هادي يومين مع 5 ديال العشيه قبل ما نشد الطياره لاسطنبول. سولوا المحققين
واش يوسف كان كيتعاطى لشي مواد ممنوعه؟ قالت لهم لا. قالوا لها السيد واش كان كيعاني من شي مرض ولا كيشكي من شي حاجه؟ قالت لهم عاود لا. السيد كان صحيح فصيح ما عنده والو، لكن صاحب يوسف يعني السيد اللي جا معاها هي دار عندها وقال لها لا. قال لها على ما عقلتيش النهار اللي كان جات واحد الجلطه وديناها كنجريو به للسبيطار؟ ما عقلتيش؟ ولحسن الحظ انه تعتق في اخر لحظه. السيده هنا تحرجت، قالت البوليس اسمحوا لي ما عقلتش. المهم هذا صاحبه صرح للشرطه بانه حتى هو اخر مره شافه كانت قبل بخمس ايام على الوفاه ديالو، يعني في الوقيته اللي داو فيها ماريا المطار باش تسافر، ومن تما ما بقى شافو. ايوا في ديك الوقيته ملي الاعلام والصحافه ساقوا الخبار داروا حاله، خصوصا ملي تعرف بلي السيد من عائله معروفه في تركيا، السيد عنده منصب مهم في الدوله، وزيد على هادشي خطيبته خدامه في القنصليه الروسيه. واللي زاد الطين بله هي ان الجنسيه ديالها راه ماشي غير روسيا وصافي، وعندها جوج جنسيات، روسيا واوكرانيا. وتصوروا معايا اوكرانيا خدامه في قنصليه روسيا، وفين؟ في تركيا. ايوا جيو تشوفوا الصحافه كل نهار كتخرج السيناريو في شكل على القضيه. ها اللي كيقول القصه فيها جواسيس دوليه، ها اللي كيقول بلي يوسف عنده شي حساب مع شي مافيا، ها اللي كيقول بلي هاد ماريا راها عميله في الاستخبارات الروسيه، يعني هاد المخابرات ديال روسيا مكلفينها باش تجيب ليهم الاسرار العسكريه ديال تركيا. المهم كلشي عايش في ديك نظريات المؤامره، كل واحد وكيلغي بلغاه، كل واحد واش كيقول. من بعد 3 ايام من الحادثه خرج تقرير اللي كيقول بلي سبب الوفاه ديال يوسف هو جلطه قلبيه. شنو السبب ديال هاد الجلطه؟ السيد لقاو في الدم ديالو شي حاجه مسمومه، هاد الحاجه المسمومه منين جاتو الله اعلم. المهم حطوا جوج احتمالات، يا اما السيد كما شي حاجه ممنوعه، يا اما كلا شي حاجه مسمومه. لكن سواء هادي او هادي ما بين عندهم والو، ما بين لا في المعده ديالو ولا حتى في الريه ديالو، يعني كما شي حاجه ما بيناش، كلا شي حاجه ما بيناش. وداك الشيء علاش كتبوا بالخط العريض انهم ما قدروش يحدوا هاد السم هذا شنو هو. اما بالنسبه للتقرير ديال الادله الجنائيه فما وصل لهم حتى شي حاجه، من غير دوك السجائر الملفوفه اللي لقاو وحده فيهم كانت مبديه اصلا، يعني بدات تكمل. ملي فحصوها لقاو فيها لا دي ان ديال يامور ديال ديك البنت، يعني ديك الليله يامور هي اللي كمات داك الكارو الملفوف بوحديتها داك الجوال. المحققين هنا بقى كيدور لهم في راسهم الف سؤال وسؤال، ولكن ملي ما توصلوا لتا شي حاجه صافي، يعني ملي عياو حبسوا التحقيق في القضيه كلاصوها وبداو يخدموا على قضيه اخرى جديده. من بعد 4 شهور على الوفاه ديال يوسف، يعني بالضبط في شهر يوليوز من عام 2011، الشرطه كيوصلها اتصال من البوام ديال العماره اللي ساكنه فيها ماريا. هاد البواب هذا كيبلغهم بلي ماريا راه هادي 4 ايام وهي غابره، وفيما كيدوز من حدا لابارتمون ديالها كيشم ريحه خايبه. البوليس غير توصل بالخبر في البلاصه، مشاو وفرعوا الباب ديال الدار ديال ماريا. ملي دخلوا حتى هما بداو كيشموا هاد الريحه هادي القبيحه، ولكن غير بداو كيشموا هاد الريحه هادي بداو كيحسوا بحال ماشي ريحه عاديه، بحال كيشموا ريحه البيض خاسر. داروا الكمامات ودخلوا بقاو كيقلبوا وسط الدار، ولاو قلبوا الحمام الكوزينه الصالون، ولكن ما بانت لهم حتى شي حاجه. ملي مشاو لبيت الناس ديال الدار غير حلوا الباب، وهما يلقاو الجثه ديال ماريا مليوحه الارض. وحتى هي في الفحص الاولي ديالها السيده كان خارج ليها من فمها واحد الماده بيضاء بحال ديك الماده اللي كانت خارجه من الفم ديال يوسف. السيده ما مضروبه ما حتى شي حاجه، لكن في الجسم ديالها كاين بحال شي بقاع زرقاء. المهم السيده كانت لابسه حوايجها عادي، حوايج ديال الزنقه، لابسه واحد قميجه وواحد السروال ديال الكوير، يعني كتبان بلي السيده يا اما كانت خارجه يا اما يلاه دخلت للدار. المهم حولوا السيده لمصلحه الطب الشرعي،
بداو كيقلبوا في الدار وكيحاولوا يهزوا كاع البصمات اللي كاينه فيها. الشرطه العلميه في هذه المرحله ملي بغاو يهزوا البصمات ما لقاو حتى شي بصمه في الدار، لا ديال ماريا ولا ديال حتى شي واحد، يعني ما كاينش شي بصمه. الدار نقيه بحال تقول معقمه، من غير البيت ديال ماريا هو الوحيد اللي فيه غير البصمات ديالها بوحديتها. الشرطه هنا جاها العجب، واه اول مره يلقاو دار معقمه لهذه الدرجه. البيت ديال ماريا هو الوحيد اللي فيه البصمات، وفيه البصمات غير ديالها. المهم الشرطه في هذه المرحله شمعت الدار وقالت حبس، ما نزيدو نديرو حتى شي حاجه، ما نديرو حتى شي خطوه حتى يخرج تقرير الطبيب الشرعي، تقرير تخرجنا التقرير ديال الطبيب ونشوفوا اش غادي يقول في داك التقرير ديالو، يعني واش السيده ميته موتة طبيعيه ولا كاينه شي جنايه في القضيه. ايوا غير من بعد واحد شويه اخرج التقرير، شي ايام تقلال خرج التقرير كيقول باللي المعده ديال السيده نقيه 100%، يعني المعده ما فيها لا سم لا حتى شي حاجه، لكن في الريه ديالها لقاو شي حاجه، شي حاجه اللي اول مره غادي يكتشفوها. الريه ديالها فيها واحد الغاز سام، شنو النوع ديال هذا الغاز هذا ما عرفوهش، لكن الريحه ديالو دايره بحال الريحه ديال البيض خاسر، يعني بحال الريحه اللي شموها في الدار عندها. المهم قالوا بلي هذا الغاز هذا هو اللي ادى الاختناق، هو المسبب في ظهور دوك البقايا الزرقين اللي كاينه في الحمام. ملي زادوا قلبوا الجثه لقاو في اليدين ديال ماريا كاين بحال زروقيه ديال بحال شي واحد كان شادها ومزير ليها على يديها، يعني بحال السيده كانت كدابس مع شي حد، وما دوك الاثار الزرق اللي بقاو في اليدين. الشرطه هنا ملي توصلت بهذا التقرير صافي تاكدوا باللي القضيه ديال السم قضيه كبيره، يعني شي حاجه اللي كبار من داكشي اللي كانوا يفكروا فيه ولا كيتخيلوه. وحده ماتت بهذه الطريقه هذه، الاخر هذه 4 شهور هذا باش مات في نفس الظروف، وداكشي علاش في نفس النهار اللي خرج فيها التقرير ديال الطبيب الشرعي الشرطه خرجت قرار بتفتيش الدار ديال ماريا، والتفتيش يكون تفتيش دقيق ما يزقلو حتى شي حاجه. والمهم اكثر من هذا الشيء كامل هو داك الغاز اللي في الريه ديالها منين جا. الشرطه هنا ملي بدات التفتيش ركزت غير على البيت اللي كانت فيه ماريا. المهم لقاو في البيت ديالها واحد جوج ديال المحابق، لكن النباتات ديال هاد المحابق هادو لقاوهم ميتين يابسين. قلبوا داك التراب اللي في دوك المحابق دوك المزهريات، التراب مازال فازق مازال رطب، التراب ما ناشفش. ملي زادوا قلبوا في البيت لقاو في الحاشيه ديال الشراجم، الشراجم ديال البيت كاين شي حشرات صغيورة، يعني فيهم ناموس وشي عنكبوت، داك العنكبوت الصغيور، هاد الحشرات لقاوهم ميتين، إذا ميت النباتات وميت الحشرات. واحد من المحققين بانت له واحد المبخرة، هاد المبخرة فيها واحد النوع ديال الند، وهاد الند كان تستعمل أصلا، كان ديجا تستعمل، يعني الند راه ولا رماد، من غير واحد الشوية اللي في الآخر ديالو هو اللي بقى صايم. خداو حتى هو، هزو دوك الحشرات والنباتات اللي كانوا تما ميتين، وصيفطوهم للمختبر. في المختبر ملي فحصو دوك النباتات ودوك الحشرات، لقاوهم حتى هما ماتوا بنفس السم اللي تخنقت به ديك البنت. ملي حلوا داك الطريف ديال الند اللي بقى ما تحركش، يعني داك الطريف ديال الند اللي كان في المبخره، لقاو بلي هاد الند هذا مصنوع من شي خليط ديال شي مواد، مواد اللي من كتحرق كتطلق واحد الغاز سام. هاد الغاز هذا السام اللي كيتطلق في الهواء كيكون مصحوب بواحد العناصر كيميائيه من هاد المواد هادي، وهاد العناصر لقاوها كتشبه بالضبط العناصر الكيميائيه اللي لقاوها في الدم ديال يوسف، لكن شنو الاصل ديالها منين جات والو ما قدروا يتوصلوا لحتى شي حاجه. شنو غادي يديروا في هذه المرحله؟ في هذه المرحله غادي يمشيو ياخذوا الكاميرات اللي كاينين قراب من دار دمالية، يمشيو يشوفوهم ويفحصوهم، يشوفوا شكون اخر واحد دخل للدار ديالها. فعلا من بعد مراجعه الكاميرات لقاو بلي ماريا داك النهار، يعني فاش دخلت للدار ديالها، كان مع واحد السيد. هاد السيد كان لابس حوايج كحلين، داير كاسكيطة مهبطها حتى النيفو، يعني هو كان كيحاول يخبي الملامح ديالو. وحتى ملي كان كيتمشى
كان كيتمشى وهو حاضر راسه يعني عارف الكاميرات كاينين ومخبي منهم. المهم شافوا هذا السيد هذا دخل مع ماريا للعمارة. دخل العمارة ولكن واش مشى معها حتى للشقة ديالها ولا حكا غير يكون جارها شي بارت اخرى وتلاقاتهم الطريق وصافي. المهم ما عرفوش، سولوا البواب ديال العمارة، سولوا الجيران ديال ماريا، حتى واحد ما قدر يتعرف على هذا السيد هذا شكون هو. ايوا ملي روسيا ساقت الخبار بلي ماريا صفاوها ليها في الدار نوضت القيامة على السيدة. تركيا ملي شافت روسيا شنو دات حتى هي ما سكتش، قدمت القضية لأنه يقدر يكونوا فيها جواسيس من روسيا بنفسها. هاد حتى هما راه عنصر مهم من القاعدة العسكرية ديالهم راه تصفات ليه بنفس الطريقة. وغير هادي واحد ربع شهور يعني القضية بقى سخونة ما بردتش. وزيد على هاد الشيء يعني من المناقشات والهضرة اللي وصلتهم قالوا من الأحسن حتى يوسف يخرجوه من القبر ينتشلوا الجثة ديالو ويتم الدراسة ديالها. يعني خرجوا الجثة بجوج، الجثة عندهم ديال البنت، يزيدوا الجثة ديال الولد ويديروا دراسات معمقة. داكشي علاش الدول بجوج يعني تركيا وروسيا قرروا أنهم يعرضوا الجثة على أكبر الأطباء الشرعيين في العالم، الناس الحرافية في الدومين، وجابوا حتى محققين محترفين يساعدوا في التحقيق وتعطاو كاع الصلاحيات باش يتحل اللغز ديال هذه القضيه. واليوم قبل غدا فعلا تشكلت هيئه اللي كتضم خبراء عالميين في الطب الشرعي وكتضم حتى محققين على اعلى مستوى من الذكاء، محققين اللي عندهم حدس بوليسي خطير وبقاو خدامين على القضيه ليل ونهار. المهم من بعد واحد المده ديال الاختبارات خرجت التقرير الطبي كيقول بلي يوسف توفى بسبب واحد المادة اللي مستخلصة من واحد العشبة، لكن هاد العشبة ولا هاد النبتة هي نبتة نادرة ما تلقاها حتى في شي بلاصة في العالم من غير أمريكا الشمالية والجنوبية، نبتة اللي ما معروفاش بزاف، وحتى إلا بغيتي تحصل على شي عينة منها أصعيب الحال. الاسم ديال هاد النبتة هي عين الشيطان، وكل اللي كيقول كيسميها بعين القاتل. هاد النبتة ماشي نبتة سامة، لا هاد النبتة حتى الا تخلطات عاد كتولي سامة، الا مشيتي خلطتيها مع واحد النوع ديال الدواء تما في كتولي مادة عالية السمية. هاد المادة هاد الا مشكلها الواحد ما كيموتش في البلاصة، كيبقى واحد 24 ساعة عاد كتجيه جلطة قلبية. وهادشي علاش هاد المادة مطلوبة بزاف، لان ما كيبانش شكون اللي قتل السيد، 24 ساعة كيموت. يعني يوسف شي واحد اعطاه هاد الماده قبل ما يتلاقى مع ديك صديقه الدراسه ديالو اللي سميتها يامور، وداكشي علاش حتى كان عندها في الدار عاد جاتو ديك الجلطه القلبيه. غادي تقولوا علاش الخبراء في تركيا ما توصلوش لهاد النتائج من الاول، يعني في التقرير ديالهم ما ذكروهاش في الاول، حيت الاطباء يعني اللي خدموا على الجثه راه اطباء شرعيين عادي، راهم دابا جابوا الحريفي. يعني هاد الأطباء الأول ما عندهمش دراية بهاد النبتة هادي، وحتى الخبراء اللي جابوهم وجبدوا لهم السمية ديال هاد النبتة شنو هي أكدوا لهم بلي هاد الخليط يعني اللي كيتصاوب به هاد السم قليل اللي كيعرفو، يعني قليل اللي عنده دراية به. شكون اللي كيعرفو غير الخبراء اللي كيكون واصل لواحد الدرجة علمية كبيرة، يعني الخبراء اللي كيكون عندهم الدرجة الكراد ديال العلماء. بالنسبة للمادة اللي كانت مخلطة مع البخور اللي كان في البيت ديال ماريا، حتى هي ملي داروا لها الخبرة لقاوها مستخلصة من نفس العشبة. المحققين ملي توصلوا لهاد النتيجة صافي تأكدوا بلي هاد الشخص هذا اللي دار في هاد الجوج هاد الحالة ماشي شخص عادي، خدمة ديال الحريفية الكبار، هذا صفة عبقري وقليلة في حقه، خصوصا ملي هزو عينات من مواد التنظيف والتعقيم اللي تنظفت به ديك الدار، الدار ديال ماريا. ملي هزو هاد العينات وزادوا بحثوا فيها لقاو هاد المواد مواد تعقيم عالية الجودة، مواد اللي كتستعمل غير في السبيطارات والمختبرات، يعني هاد الشخص هذا اللي كيتعاملوا معاه ماشي شخص عادي، هاد السيد عارف راسو شنو كيدير ديال بصح. المحققين هنا شنو داروا؟ يعني المحققين ماشي الاولا، المحققين الثانيين اللي قلنا انهم عندهم خبره كبيره اللي جابوهم من على برا
شنو كانت الفكرة ديالهم؟ كانت الفكرة ديالهم هي أن ماريا في الوقت اللي لقاوها راه لقاوها لابسة واحد السروال ديال الجلد، عقلت على السروال اللي كانت لابسة، والجلد كما كتعرفوا راه من المواد اللي كيشد البصمة، ركتي بالبصمة كتبقى باينة. لكن المشكل ديالو شنو هو؟ هو أنه صعيب بزاف إلا لقيتي فيه شي بصمة يعني تاخذها بالطريقة العادية، لكن كاينة واحد الطريقة اللي يمكن ليهم يستخدموها، يعني كيخدموا على الجلد الا بغاو يهزوا البصمه من تما من اي سطح جلدي. هادشي اللي كيديروا شنو كيديروا؟ كياخذوا السروال الجلدي مثلا كيحطوه في واحد الماكينه، كياخذوا واحد الماده كيسميوها اللصاق ديال اليابان او اللصقه ديال اليابان، كيديروها حتى هي في ديك الماكينه، كيسدوا على هادشي وكيرفعوا درجات الحراره. من بعد ما ديك الماده كتبخر كينقصوا شويه من السخونيه باش هاد البخار هذا يعاود يبرد ودوك الذرات ديالو يتسربوا للسروال. لكن في كيتسربوا بالضبط، يعني في كيطيحوا، كيطيحوا في البلاصه اللي فيها البصمات. من بعد كياخذوا السروال كيسلطوا عليه واحد الاشعه، ومن هاد الاشعه كيخرجوا ديك البصمه اللي كاينه تما في داك السطح الجلدي. المهم المحقق من اللي خرجوا هاد البصمات هادو لقوا اغلبهم، يعني اغلب البصمات اللي كاينين في السروال ما هما غير البصمات ديال ماريا كتبقى تحط يديها في سروالها، ولكن كاينه بصمه واحده هي اللي كانت مختلفه عليها. اول حاجه داروا هنا خداو هذه البصمه الغريبه ومشاو كيقلبوا في الملفات ديال اصحاب الصوابق اللي عندهم هما، زعما يكون ربما هذا السيد ديجا فايتن شادينو ولا ديجا محكوم عليه افشي قضيه، يعني الدوسي ديالو كاين عنده. لكن واخا هكاك ما توصلوا حتى شي حاجه. الشرطه هنا بما انها متاكده 100% باللي الشخص اللي صفاها ليوسف هو نفسه اللي صفاها لماريا، شنو داروا؟ قالوا عرفتي شنو نديروا؟ ما نديروا اجي ناخذوا تقرير كامل على الارقام الخاصه ديال يوسف وديال ماريا حتى هي، ونشوفوا ونفحصوا الاتصالات ديالها، نشوفوا يعني شكون هما الناس ولا الاصدقاء المشتركين بيناتهم. فعلا جابوا التقارير، ملي قلبوها وفحصوها ما لقاو حتى شي حاجه، ما لقاو حتى شي رقم مشترك بيناتهم جوج، من غير وحده هي الام ديال يوسف، هو الرقم الوحيد اللي مشترك بيناتهم. شنو داروا عاوتاني؟ قالوا اجي ونمشيو نقلبوا كاع الكاميرات اللي كاينه في الديسكوتيك اللي كان فيه يوسف، يعني يشوفوا شكون هما الاشخاص اللي تلقى بهم يوسف ديك الليله من غير البنت اللي سميتها يامور اللي اصلا كانت معاه ومشى هو معاه للدار. ملي قلبوا الكاميرات لقاو باللي السيد ديك الليله هضر مع بزاف ديال الناس، لكن ملي قلبوا الكاميرات اللي كاينين على برا الديسكوتيك غادي يشوفوا باللي يوسف في واحد اللحظه كان واقف مع نفس الشخص اللي شافوه داخل مع ماريا العماره. عقلتوا عليه؟ داك السيد اللي قلنا لابس الكحل ودير كاسكيطه مهبطه على نيفو باش ما يتعرفش، لكن هذه المره هذه الكاميرا شاده الملامح ديالو. خرجوا الصور من داك تسجيلات الكاميرا وعيطوا للام ديال يوسف وراوها السيد وسولوها قالوا لها واش كتعرفي هاد خينا ولا لا. الام انا غير شافت التصويره تعرفت على السيد في البلاصه، كيما الله ودي طبيعه الحال كنعرف هذا الصديق المقرب الصديق الانتيم ديال ولدي يوسف، وحتى هو بحال ولدي. قالت لهم هذا هو ايزان، هذا هو السيد اللي جا معنا النهار الاول لمركز الشرطه انا وماريا. قالوا لها واخا، امتى اخر مره شفتي هذا السيد هذا اللي سميتو ايزان، وامتى اخر مره اهدرتي معاه؟ قالت لهم كان معنا غير في الاربعينيه ديال يوسف، يعني 40 يوم مور وفاه يوسف كيدير واحد الصدقه هو جا حضر ليها. قالت لهم من بعد بقينا كنتواصلوا بيناتنا غير بالتليفون، كل يومين مسكين كيتصل بيا وكيشوفني واش خاصني شي حاجه ولا لا. قالوا لها مزيان، ممكن تعطينا الرقم التليفون ديالو؟ قالت لهم ما عنديش. واه كيفاش ما عندكش وانت يلاه قلتي لينا بانه كل يومين كيتصل بك؟ قالت لهم ايه كل يومين كيتصل بيا، لكن كل مره كيتصل بيا بنمره مختلفه. كنقول له واش نمرتك؟ كيقول لي لا. صافي المحققين خداو السميه والكنيه ديال السيد وبداو كيقلبوا عليه بطريقته، كيشوفوا شكون هو شنو الاصل ديالو في كيسكون. المحققين هنا لقاو ان السيد بحال ما عايش معنا في هاد الدنيا،
السيد ما عنده حتى شي حساب في البنكه، ما عنده حتى شي كونت في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك تويتر الى اخره، السيد ما عنده حتى شي رقم التليفون، ما عنده لا بورتابل ولا فيكس، التليفون ديال الدار حتى هو ما عندوش، السيد ما كيعرف حتى واحد وحتى شي واحد ما كيعرفه. الحاجه الوحيده اللي قدروا يعرفوها عليه هي ان الام ديالو توفات هذه 10 سنين بسبب مرض السرطان، الاب ديالو متقاعد وعايش في اسطنبول. البوليس بكثره ما كانوا مستريسين مضغوطين، يعني في نفس النهار اللي جات عندهم الام ديال يوسف مشاو جبدوا العنوان ديال الاب ديال هذه ايزال ومشاو عنده حتى للدار، مشاو دقوا عليه من الاخر سولوا على ولده شريف فين هو ولدك ايزال، قال لهم الله اعلم ولدي هذه 4 سنين ما بقيتش شفته ولا هضرت معاه، ولكن عطاهم العنوان ديال واحد الدار كان ولده كارهها شحال هذه، قال لهم سيروا على الله تما قلبوا راه تقدروا تلقاوه مازال ساكن فيها. البوليس ديك الساعه مشاو كيجريو للدار ديال هاد ايزال، مشاو كيجريو لدارو بغاو يلحقوه قبل ما توصلوا زعما الخبار، حيت فعلا البوليس الحاجه اللي خلاتهم يشكوا في هاد السيد هاد ايزال يعني شكوا فيه نيشان ديال بصح انه يقدر يكون هو مولف على، ماشي حيت بان لهم في كاميرات المراقبه، لا ممكن تبان في نفس المكان مسرح الجريمه ولكن تكون ما عندك علاقه بداك الشيء، ولكن باش ما يكونش عندك حساب في البنكه، ما يكونش عندك النمره ديال التليفون لا عاد لا بورتابل ولا فيكس، ما كتستعملش وسائل التواصل الاجتماعي، هذه شي حاجه اللي تخلي الناس يشكوا فيك. واش انت شبح؟ علاش كدير هكا؟ اذا غالبا دار شي مصيبه وما باغيش الناس يوصلوا لك. ايوا الشرطه ملي وصلت للعنوان ديال ايزال ملي مشاو تما بداو كيدقوا في البارتما ديالو حتى واحد ما حل لهم الباب. الجيران اللي عايشين مجاورين معاه خرجوا لعند البوليس وقالوا لهم باللي الا كنتو كتسولوا على ايزال راه يلاه صافي داز عندنا، عطانا السويرتات ديال الدار على اساس باش نبقاو نطلعوا عليها مره مره وننفسوا شي راجل، وقال لينا راه مسافر واحد المده على برا عاد غادي يرجع، يعني عادي السيد في مكان كيبغي يسافر كيخلي السوارت عند الجيران اللي حداه. الشرطه غير سمعت القضيه فيها السفر على برا داروا تعميم الاسم ديالو على كاع نقاط الجمارك، يعني كاع البلايص اللي كاينين في المطارات اللي في المطارات في الحدود سواء البحريه الجويه، يعني في اي بلاصه اللي كاينه في تركيا ممكن تخرج لشي دوله اخرى. كاع البوليس اللي كان في اسطنبول توصلوا للتصويره ديال ايزال، كاع البراجات اللي كاينه في المخارج ديال المدينه حتى هما الطوموبيل اللي شكوا فيها كيوقفوها وكيقلبوها. اما بالنسبه لفرقه التحقيق ديك الساعه خرج قرار شفوي باش النص ديال فريق التحقيق يدخل يقلب في الدار ديال ايزال، النص الاخر يمشي يقلب كاع الكاميرات ديال الشارع، يعني من العماره اللي ساكن فيها ايزال حتى لاخر بلاصه كاين فيها دابا، يعني خصهم يتبعوه من اللي خرج من الدار فين مشى، وبقاو تابعين السيد كاميرا بكاميرا. المهم بالنسبه للفريق اللي كان مكلف انه يفتش الدار ديال ايزال فهما غير دخلوا شافوا تاو كيشوفوا كيلقاو الدار عاديه، لكن ملي وصلوا لواحد البيت في الدار بيت كان مسدود بطبيعه الحال وهما حلوه بطريقتهم، هنا المحققين غادي يشوفوا شي حاجه اللي ما عمرهم ما شافوا بحالها في حياتهم. كان عندهم واحد البيت كبير داير فيه بحال مختبر كيميائي، الديكور ديالو ما تقولش باللي هذا بيت وسط الدار، تقول هذا راه في شي مختبر. لقاو عاود بيت اخر فيه قفوصه ديال الارانب وديال الفيران، حدا هاد القفوصه هادو كاين عدد كبير ديال النباتات. ملي زادو قلبوا في الدار لقاو واحد الشهاده بالاسم ديال ايزال، شهاده الدكتوراه في الكيمياء، هاد الشهادة خداها إيزال من أكبر الجامعات اللي كاينين في إنجلترا. المهم المحققين هنا خداو البصمات اللي كاينين في الدار، خداو البصمات ديال السيد، ومن بعد بداو كياخدو عينات من المواد الكيميائية اللي لقاوها في المختبر، كل حاجة هزو منها عينة، بان لهم تما عاود واحد البيسي بورتابل لقاوه محطوط غير حداهم، بيسي ملي شعلوه لقاو الأشكال والأنواع ديال المقالات، مقالات اللي كتهضر على ديك النبته اللي قلت لكم قبيله اللي كتكون في امريكا الشماليه والجنوبيه، مقالات اللي فيها كيفيه خلط المواد، كيفيه تحضير البخور وزيد وزيد من المقالات.
وحتى في الثلاجة ديالو لقاو واحد باطة صغيرة، هاد العلبة فيها بحال دوك لي كابسول، دوك لي جيلول صغار. في واحد العلبة أخرى لقاو واحد البودرة، واحد الغبرة. المهم أي حاجة لقاوها وشكوا فيها كيهزوها وكيصيفطوها لمختبر الأدلة الجنائية باش يتم البحث فيها. ملي خرج التقرير من المختبر لقاو بلي فعلا دوك لي كابسول كيحتويو على نفس الخليط، نفس الخليط ديال العشبة اللي توصلوا لها الخبراء في المرة الأولى. غير توصلوا بهذه المعلومة صافي عرفوا بلي هذه هي الكبسولة اللي تعطات ليوسف اف ديك الليلة. اما بالنسبة لديك البودر، ديك الغبرة اللي لقاو حتى هي، ملي حلوها لقاو المكونات ديالها نفسها اللي تصنع منها داك الند، داك الند اللي لقاو في البيت ديال ماريا. يعني السيد خدم بنفس العشبة، غير مرة استعملها ككبسولة ومرة استعملها بحال البودرة. بالنسبة للبصمات اللي خدوهم من الدار ديالو، ملي قارنوها مع البصمات اللي لقاو في السروال ديال ماريا، لقاو هاد البصمات متطابقين 100%. يعني هاد السيد هو اللي قايس في داك السروال ديال الكوير ديال ماريا. المهم هادي كانت خدمة ديال الفريق اللي دخل الدار. خلينا دابا نشوفوا الفريق اللي تكلف كاميرات المراقبة. هاد الفريق ملي بقاو كيتعقبوا السيد، يعني تابعينه من كاميرا لكاميرا، شافوا خارج من العمارة، هز واحد الساكادو على ظهره، شيل واحد الطاكسي عيط له ركب فيه، وبقاو تابعينه من كاميرا لكاميرا. ومنزل السيد من الطاكسي حتى وصل للحي اللي ساكن فيه بواه. المحققين ديك الساعة مشاو بالزربة للدار ديال الأب ديال إيزان. وهذا الشيء اللي كنعاود لكم عليه، هذا الشيء كيدار بسرعة فائقة، يعني ماشي طف 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 طف. واحد الحاجة مهمة اللي نسيت ما قلتها لكمش، بلي هاد القضية هادي راه ما كانش خدام فيها غير البوليس بوحديته، لا، دخلت فيها حتى الاستخبارات المركزية التركية. كيف ما قلت لكم مشاو كيجريو للدار ديال الأب ديال إيزان، حيت في هاد اللحظة ما كان خاصهم يضيعوا حتى ثانية. وصلوا للدار ديال الأب، بقاو كيدقوا كيدقوا حتى واحد ما كيجاوبهم. بقاو كيضربوا في الباب كيخبطوا فيه، عاد السيد سمعهم وجاوبهم. ملي حل عليهم الباب، ملي سولوا على ولدو فينا هو، قال لهم ولدي يلاه خرج دابا. منين خرج؟ نقز من الشرجم اللي كاين اللور ديال الدار. مشاو قلبوا جهه الدار، لقاو السيد فعلا هرب، رجعوا عند باه. علاش ولدك اليوم عاد جا عندك؟ ياك قلتي هذه 4 سنين ما بقيتي لا هضرتي معاه ولا شفتيه. قال لهم باللي رجع عندي غير حيت كان محتاج للفلوس، بغى يسافر على برا وبغاني نسلفو شي حاجه، لكن ملي اتصل بيا جارنا في التليفون وبدا كيقول لي باللي شي طوموبيلات ديال البوليس راهم وقفوا حدا الدار وراهم مطوقينها، راهم حدا الدار ديالك، الدوره اللي غادي ندور لقيت إيزان كيجري هز الساكادو ديالو ونقز من الشرجم اللوران. المحققين ديك الساعه غير سمعوا هاد الهضره، دخلوا كيقلبوا الدار ديال السيد ديال الاب، عيا ما يفتشوا عيا ما يقلبوا، لكن ما لقاو حتى شي حاجه. من غير تحت الشرجم اللي هرب منه إيزان غادي يلقاو واحد القريعه مهرسه. هاد القريعه كان فيها بحال شي ماده كيميائيه، ومن الريحه ديالها كتبان على انها شي ماده اللي كتصاوب في المختبر. المهم بداوها حتى هما المختبر الجنائي، ملي قلبوا هاد الماده لقاوها حتى هي ماده شديده السميه. المحقق ملي توصلوا بهاد النتيجه اتصلوا بالاب ديال إيزان وقالوا له خاصك تعاون معنا، خاصنا نقدروا نلقيو القبض على ولدك في اقرب وقت ممكن. علاش؟ قالوا لي ان الحياه ديالك حتى انت راه في خطر، ولدك راه باغي يقتلك. علموه بان ولده داك النهار اللي جا عنده راه جا عنده ماشي باش ياخذ الفلوس، جا عنده باش يصفيها له، وكو كان مال البوليس جاو في الوقت المناسب راه كان غيحطوا داك السم اللي في القرعه في شي كاس العصير ولا في شي ماكله. الاب هنا واخا قالوا له هاد الدره ما تاقش بها، نوغ شويه ولكن ما تاقش. قال لهم مستحيل ولدي يدير فيا بحال هكا. قال لهم ولدي دكتور كيميائي كبير، يعني عادي يكون مره هز معاه شي حاجه بحال هكا. قدر يكون كان باغي يدير شي اختبار، قدر يكون كان باغي يدير شي حاجه، وداك الشيء علاش طاحت له القرعه وتهرست. المهم السيد داك النهار ما تاق بحتى شي كلمه من الكلام اللي قالوا ليه الشرطه. فيما كيقولوا له ولدك ها شنو دار وها شنو دار، يقول لهم مستحيل ولدي ما يديرش هادشي. قالوا له واخا،
علاش ولدك 4 سنين هذه ما جا شافك؟ واش كاين بيناتكم شي مشاكل اللي خلاتكم تقطعوا الهضره والكلام ولا شنو؟ علاش قطعتوا هذه المده كامله؟ اليوم لا، ما كاينه حتى شي حاجه من هادشي، ما كاين والو. الشرطه هنا حست بلي الاب مخبي شي حاجه، الاب كيغطي على ولده. قالوا ليه واخا، المهم الى اتصل بك ولدك خاصك تعلمنا ولا نعتبروك شريك ديالو. المهم ديك الساعه خرج قرار باش يتوضع الاب ديال ايزان وحتى التليفون ديالو تحت المراقبه المشدده. علاش؟ حيت يقدر يكون الاب باغي يغطي على ولده، اولا الولد غادي يبغي يجي ويحاول عاود يصفيها مره اخرى لبوها. تشكلت واحد الفرقه لمراقبه الاب ديال ايزان، اما الفرق الاخرين مازال خدامين خدمتهم في بلايصهم، يعني الناس اللي حاطينهم في الحدود، السلطات اللي كيكونوا في المداخل وفي المخارج ديال المدن، المهم كلشي داير خدمته. بقاو البوليس شي مده وهما على هذا الحال، حتى لواحد الوقيته لقاو ايزان كيتصل بالاب ديالو من واحد التليفون ديال الزنقه. البوليس هنا ملي حدوا الاحداثيات ديال الموقع اللي كيعيط منه كاين واجهه شي صبار، ما نتحركوا دابا ما والو، نستنى واحد شويه ديال الوقت ونشوفوا السيد واش غادي يتصل عاود من نفس البلاصه ولا لا. يعني هل الاتصال الاول جا من هنا، يشوفوا الثاني والثالث واش عايجي من ديك البلاصه ولا لا. فعلا داز شويه ديال الوقت، ايزان غادي يتصل بالاب ديالو من نفس البلاصه. الشرطه هنا قالت صافي السيد راه ساكن تما. ملي السيد فين ما كيبغي يتصل بالبواه كيستعمل نفس الكابين التليفونيك، ان كابينه ديال الزنقه تليفون ديال الشارع، اكيد المره الجايه فاش غادي يبغي يتصل به غادي يستعمل نفس التليفون. فعلا الشرطه من بعد ما حدث نفس الموقع ديال هذا التليفون حطت عناصر مراقبه سريه على هذه البلاصه 24 ساعه على 24. احتاج النهار فين بان لهم ايزان جاي لنفس البلاصه، لكن قبل ما يحط رجليه في هذا المخدع الهاتفي حس بهم، عاق بهم باللي مراقبينه، بدل طريقه وهو يهرب. عناصر المراقبه ديك الساعه طلبت الدعم وبقات كتجري من مور السيد، كيجريو من هنا من هنا باش يشدوه، بقاو كيجريو من موراه كيجريو من موراه والو. السيد طار، شدو غير البرد، السيد داير بحال الزواق، فت 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 اغبر، كيدخل لهم من هاد الدرب خرج لهم من الاخر، حافظ الدروبه والبلايص مزيان، يعني البلاصه اللي كان مخبي فيها حافظها خيطها. يعني واخا جابو الدعم واخا كثروا البوليس واخا حاولوا يحاصروه والو ما تشدش ليهم. البوليس هنا صافي اتفقصوا ديال بصح بالزربه، خرجوا قرار اخر مراقبه الاب ديال ايزار في اي خطوه يديرها يكونوا تابعينه، واخا يكون مشى للحانوت، مشى للحانوت يرجع خصهم يتبعوه، خاص يتراقب. فعلا بقاو حاضرين السيد حتى لواحد النهار، هذا النهار هذا فين هذا الاب غادي يخرج في الصباح غادي يكون هز معاه واحد الساكادو صغير. هاد الاب لابس الحوايج ديال السبور وغادي كيتمشى وكيدير الحركات ديالو. المهم هو غادي كيتمشى مره مره كيبقى يتلفت هنا ويتلفت ليه، يشوف هنا يشوف ليه، بحال السيد حاس بلي البوليس مراقبينه. بقى كيدخل من هاد الزنقه كيخرج من الاخرى. البوليس واغلب رجال الشرطه في العالم اللي كيعيقوا بلي هذاك اللي تابعينه راه عاقبهم، شنو كيديروا؟ كيديروا راسهم بانهم تلفوه، انهم ما بقاوش شادين والو، يعني ما بقاوش عارفينه في زاد. لكن في ديك اللحظه كيكونوا كلفوا وحدين اخرين باش يكملوا المراقبه ولا يتلقاو له في شي جهه اخرى، كيكلفوا بوليس اخر انه هو كيكون حاضي هذا اللي تابعه كيدير راسو بحال راه تلفو هو راه واحد اخر راه يتلكه عيشدو من عندهم. المهم الاب حتى طمأن بان ما بقى حتى واحد تابعه، عاد شد الطاكسي ومشى لواحد المقبره. طبيعه الحال البوليس راهم تابعين الفرقه الاخرى. غير دخل المقبره تطلب الدعم من السلطات وتعطات اوامر بمراقبه المقبره كامله والمحاصره ديالها. المهم الاب ديال ايزال ملي وصل للقبر ديال مراته بقى جالس قدامه كيقرا القران وكيدعي. واحد شويه حتى كيبان لهم ايزال خارج من وسط القبوره، ما عرفوه منين خرج، خرج من تم وجاي عند باه، سلم على باه وقف حداه وبدا كيقرا حتى هو شويه ديال القران على الروح الام ديالو. من بعد جبد من جيبه واحد السيرفيات صغيره فيها واحد جوج حلوات، حط وحده في فمه وضع عند باه وقال له هاك، على اساس ما هذه هي الحلوه
اللي كانت الام ديالي كتحماق عليها. اذا ملي دار وحده فمه وعطى لباه وحده باش ياكلها، في هاد الوقيته الشرطه غير شافت الدري دار شي حاجه فمه وهما يطيروا عليه. الاب هنا ملي جات الشرطه لعندو كجري، اجبد من الصاك يعني داك الصاك هذا اللي كان هاز، اجبد منه فردي وبغى يتيري في ولده. لكن الولد غير شافوه جبد الفردي دغيا عتقول الموقف، لاحوا عليه وحيدوا له الفردي من يديه. المهم بالنسبه لايزان، من بعد ما شدوه البوليس وقلبوه لقاو عنده واحد جوج تليفونات، واحد ديال يوسف وواحد ديال ماريا الواله اللي سقتلو. من بعد واحد 5 دقائق يعني من بعد ما تشد هاد خينا طاح الارض وبدات كتبان عليه اعراض التسمم بديك الحلوى غالبا اللي كلا. ديك الحلوى حتى هي كانت مسمومه، وحتى ديك الحلوى اللي عطى لباه حتى هي مسمومه. لكن لحسن الحظ باه باقي شاده في يديه باقي ما كلاش. البوليس دارو عيطوا لومبيلونس هزاتو وجرات به مباشره للسبيطار وداروا له مباشره غسيل المعده واتقوه في اخر لحظه. التحقيق مع الاب سولو قالوا له علاش هزيتي الفردي على ولدك وبغيتي تقتلو؟ قال لهم عادي ملي بغى يصفيها لي نصفيها له حتى انا. قال لهم انا جيت عنده، جيت لتما نتلاقى في ديك المقبره، جايب معايا الفلوس وجايب معايا الفردي حتى هو، حيت دخلني الشك ملي بديت تقولوا لي شنو وقع شنو وقع دخلني الشك. قلت لا بصح باغي مني نعاونو، ها الفلوس انا جايبها له، نعطيه داكشي اللي محتاج يمشي في حالاته وانا رجع في حالاتي، لكن الا حسيت به باغي يصفيها لي نتغدى به قبل ما يتعشى بيا. وداكشي علاش ملي دار فمو ديك الحلوه وعطاني الثانيه صافي تاكدت عرفت باللي الدري ناوي ينهي لي حياتي حتى انا. ملي ايزال بدا يبرى شويه ملي ولا مزيان وخرج من السبيطار، من اول مواجهه اعترف بالحقيقه كامله. بداو كيسولوه علاش بغيتي تصفيها لباك؟ هنا شاي بدا يقول لهم ان الاب ديالو ملي كان هو صغير كان كيتكرفس على امه، كيضرب الزوجه ديالو وكيتعدى عليها حتى مرضت وجهها السرطان. هو ملي شاف مرته ولات في ديك الحاله شنو ولا يدير؟ في العود ما يواسيها ويوقف معها ولا كيفسد عليها، وبعض المرات كيجيب ليها البنات حتى القلب دارها. هاد ايزار كيقول لهم ان الام ديالي بقات صابرة على هاد الشيء حتى لواحد النهار صبحت ميتة، وداك الشيء علاش حقت عليه وقررت ملي نكبر غادي يجي الوقت المناسب في غادي نرد ليها حقها غادي نصفيها له. اما بالنسبه ليوسف صاحبه قالوا له علاش قتلتي؟ قال لهم لا حقاش حتى هو بحال با كيفكرني فيه، حتى هو كان كيخون خطيبته ماريا اللي كانت كتموت عليه وكتحماق عليه، كانت فيما كتسافر كيخونها وماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. قال لهم واحد النهار باش نرد ليه عقله نبهته بطريقتي. شنو هي طريقته؟ قال لهم بغيت نبين له باللي راه الذنوب ديال ماريا راه غادي يخرجوا فيك. قال لهم عقلته على النهار اللي جاتو فيه الجلطه القلبيه ومشيت كنجري به السبيطار. قالوا لي هي؟ قالوا له راه صرحتي لي بها النهار الاول فاش جيتي تعطي الافاده ديالك انت وماريا، قلتي راه جات واحد فاش قالت هي مع مرو وقعت له شي حاجه، قلتي لا راه فايت وقعت له الجلطه وكذا وكذا. قال لهم انا ما وقعت له حتى شي حاجه، انا اللي سممته باش يحس براسو وينعل شويه الشيطان، يعني يقول ذنوب السيده فيا، ولكن هو ما خداش العبره وبقى متبع الطريق الخايبه، وداك الشيء علاش قررت نصفيها له في خطره. قال لهم مشيت مع الديسكوتيك ديك الليله بقيت معاه على برا واحد شويه وغير لقيت الوقت المناسب حطيت له ديك الكابسول في المشروب ديالو، شرب داكشي وانا مشيت في حالي. قالوا له واخا وعلاش خديتي له التليفون ديالو؟ قال لهم انا ما عنديش تليفون وكاع تصاورنا كاين في التليفون ديالو هو، خديته بيد ما حيدت منه التصاور ديالنا كاملا عاد اللوحه. قالوا له ياه دابا انت صفيتيها ليوسف حيت ضرباتك النفس على ماريا لانها دازت من داكشي اللي دازت منه الام ديالك، ولكن ماريا علاش صفيتيها لها حتى هي؟ قال لهم ديك السيده كان كيسحاب لي شي وحده اللي وفيه، شي وحده اللي فيدال كتبغي صاحبي ديال بصح، الساعه ما طلعت لا وفيه لا فيدال لا حتى شي حاجه. قال لهم تخيلوا السيد غير مات صاحبي بواحد الشهر تعرفت على واحد اخر، ابدات كتخرج كتسهر معاه بحال لا حتى شي حاجه ما كاينه، والطريقه اللي قتلها بها طريقه مبتكره وعارف بان ماريا عزيز عليها داكشي الاعشاب والبخور واليوغا
واحد النهار اش دار؟ إذا الجامعة ماريا الدار اللي كانوا جالس مجمعين كيهضروا الا راه جبت لك واحد العود ديال البخور يعني واحد العود الند راه ماشي غير كيرخي الاعصاب وصافي راه كيردك بحال شي ريشه طايره في السماء. عطا داك العود ديال الند وقال لها سيري دابا جربيه في بيتك راه ما غاديش ياخذ لك بزاف ديال الوقت وعاد تحسي بالسرخة غير شي 10 دقائق حتى 12 دقيقه تلقاي حداك وحاولي ترخي. السيده قالت له واخا شكرا وحطاتو حداها قالت له من بعد نستعملو تنبغي الناس. لكن إيزال بقى كيلح عليها كيانسيستي دابا دابا حتى دخلت لبيتها سدت عليها وشعلت داك الند والطرخات فوق الناموسيه. اما هو دار راسو غادي يبقى في الصالون جالس زعما يشرب قهيوته وغيبقى كيتسناها. لكن غير حس بالبنت صافي سدت عليها دار واحد الكمامه على وجهه ماشي كمامه عاديه انما كمامه اللي كتكون خاصه بهذا النوع ديال الغازات. البنت هنا وهي متكيه بدات كتحس براسها كتخنق بدات كتحس بالحركه ديالها كتفشل وبدات كتشل. غير ناضت بغات تحل الباب باش زعما تخرج من داك البيت لقاها هو في دخلت الباب وجبد عليها بواحد الصفيقه حتى تلاحت من وراها شدها من يديها وبقى بارك فوقها وداك الشيء الاثار بقى فيها. ملي حس بها صافي تخنقات الروح ديالها صافي مشات عند مولاها ناض خرج من البيت وست عليها تما. من مور هادشي نقى الدار مزيان نقاها بدوك المنظفات والمعقمات اللي كان هز معاه في الساكادو ديالو. ملي سالا هز التليفون ديال البنت حتى هو فيه تصاور ديالو معاها وخرج بحالاتو. المحققين سولو على واحد الحاجة اللي بقات ضراهم في الراس قالو النهار اللي جينا عندك البارتما ديالك كيفاش عقتي بينا باللي احنا جايين عندك؟ قالو غير بالصدفة داك النهار اتصلت بخالتي اتصلت بها باش نسول فيها شكون هاد خالته. هي الام ديال يوسف راه كانت قالت بانه كل يومين كان كيعيط لها كيطمئن عليها وكيقول لها خالتي. ديك الساعه ملي عيط لها قالت لهم بان راه مركز الشرطه عيطوا لي وبقاو كيسولوني عليك. صافي قال لهم ديك الساعه عرفت ملي سولتو عليا راه غير مساله وقت وغادي توصلوا عندي حتى للدار. المهم من بعد هاد الاعترافات تحكم ايزان بتهمه الشروع في القتل يعني محاولة القتل ديال من ديال الأب ديالو تحكم عليه 4 سنين و 8 شهور ديال الحبس. أما القضية ديال ماريا خدا فيها المؤبد القضية ديال يوسف حتى هي خدا فيها المؤبد ولحد الآن يعني حنا في 2024 إيزان مازال كيدوز الحبس ديالو في تركيا. المهم الله يكتب علينا مكاتب الخير الله يخرجنا من دار العيب لعيب الله يرزقنا حسن الخاتمة ويجعل أخرنا حسن من أولنا ويجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم ويرزقنا الصحة والسلامة وطول العمر. خوتي خواتاتي دوزو بخير تلقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد. تهلاو.